تطل الذكرى 51 لإحراق مستوطن صهيوني للمسجد الأقصى على الفلسطينيين، في ظل مؤامرات عديدة تحاك ضد قضيتهم ومقدساتهم. وفي الذكرى الأليمة، عقد المجلس التشريعي بغزة جلسة للتأكيد على مكانة المسجد الأقصى وأهمية الدفاع عنه. إذا كان إحراق المسجد الأقصى كان قبل 51 عاماً، فإن الحريق ما زال مستمر، ليس فقط على يد الصهاينة بل على يد بعض الأطراف العربية التي تهرب باتجاه التطبيع من العدو الصهيوني وتصنع الاتفاقات وتقدم خدمة مجانية للاحتلال على حساب حقوقنا التاريخية والثوابت الوطنية. المطلوب اليوم هو وقفة عربية وإسلامية جادة لمواجهة هذا الصلف الصهيوني والوقوف في وجه أيضاً المهربين باتجاه التطبيع مع العدو. منذ احتلاله للأرض الفلسطينية وإقامة كيانه الغاصب، لم يتوقف العدو الصهيوني عن تهويده للمدينة المقدسة والنيل من سكانها، الأمر الذي يستدعي تدخلا جديا وسريعا من العرب والمسلمين لدعم صمود أهل فلسطين في مواجهة مخططات الاحتلال. مهما حاول هذا العدو الصهيوني من تدمير وحرق ودمار لممتلكات أبناء شعبنا الفلسطيني وحرق المقدسات الإسلامية، نحن ثابتون على هذه الأرض، لا يمكن أن نتزحزح عن هذه الأرض إلا بتحرير أرضنا الفلسطينية. بجانب المؤامرات والانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق القضية الفلسطينية وخاصة ضد مدينة القدس المحتلة، برز مؤخرا ملف التطبيع مع العدو إلى واجهة الأحداث. فأعلن النظام الإماراتي عن تطبيع علاقاته مع العدو ما اعتبره الفلسطينيون خيانة وغدرا لتضحياتهم. نرى في هذه الذكرى مأساة حقيقية يمر بها مسجد الأقصى من تطبيع ومن تهويد ومن هرولة اتجاه الاحتلال الإسرائيلي. أنا أقول في هذه الذكرى لا طريق ولا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الوحدة الراسخة الذي عنوانها المقاومة، والمقاومة بكل أشكالها وأنواعها لمحاصرة المشروع الصهيوني الإمبريالي. يشار إلى أن حريق المسجد الأقصى تم في 21 من أغسطس لعام 1969، وأسفر حينها عن حرق ثلث مساحته الإجمالية. يحيي الفلسطينيون الذكرى 51 لإحراق الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على مواصلة نضالهم ومقاومتهم لحماية أرضهم ومقدساتهم، وسط مطالبات للعرب والمسلمين بضرورة دعم صمودهم لإفشال مخططات الاحتلال خاصة في القدس المحتلة. محمد سالم، قناة التناصح الفضائية، فلسطين المحتلة.